السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك نعم مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. بعد إذن حضرتك كنت عايز أسأل حضرتك بخصوص زوج حلف على زوجته بالطلاق إن أنا ما أتكلمش الكلام عشان كان في خلاف بينهم وكده، فالزوجة مرضت ولما تعبت طبعا الجيران جم وزاروها فدخلوا عليها البيت، فهي كلمتهم ورحبت بيهم. ما ينفعش طبعا طالما جم بيتها تعاملهم معاملة مش كويسة أو ما تقابلهمش يكفر كفارة يمين. الزوج. أيوة.